باب سادات هذا من الاغنياء نص الاغنياء اللي عندنا احنا نص الاغنياء ياسر نعرف انا حتى هنا عندنا في عنابة نعرف اغنياء راحوا يديروا ملاهي راحوا يدير واحد مشروع تاع خباطي تسكير وشطيح للدرية يروح يدير حاجة واحد خلاف خدم فيها دراري ومش محتاج لها هيك مش محتاج لها وفي اخر كبر تروح تدير فكرة كي منك اي مي مساس في با ما تجيش فهمت ما تجيش راح يدير مشروع واحد خلاف يروح يديروا مشاريع خلي الشبيبة تخدم خلي ما نعرف شو شنية فهم البريفية داية خلي يخدم الناس عندك الله يبارك خدم دير مشاريع ملاح دير مشاريع تصنع دير كذا دير من الناس تخدم ولا صح دوكا ندخلوا نرجعوا المشاريع الفاسدة على كما جمال قاعد يعدم الناس واحد لنا صح فساد كبير دوكا نرجعوا لخونا جمال بقى الشعبية حتى هو يهز المام نوت خونا جمال قبل ما نرجع لك جمال هذيك تاع اللي قلتي فيليب بونوا اللي يهبط قبل ما خلقت الكره الارضيه يحكيها لنا هادي شوف هادي عم نسمعها وراك هادي لفري بونوا ولفري كوستانتينوا ولفري ما عباليش الجيروا ولفري ما ستيفيان ورانيا ولفري ما نعرف اسكيك يقول لك انا ولد سكيك دا من جد الجد 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 يهاي مليحه ها معليش هاك ولد عنابة من جد الجد 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 هاك ولد عنابة هاك ولد قسنطينة من نهار ما من نهار خلق سيدنا نوح ولا من قماش ومشكلة كل ما تخلق الكرة الأرضية قلت أنت هاي قولي هاش فيها قفرات هاتا حلات أنا باش حلات القفرات على أولاد المدن مش غير أولاد عنابة اي والله القفلات على البلاد اي مش غير ما نهدروش غير على اولاد عنابه يا ولدك يوم جنرال احنا دي لي على دوما اللي يدعاو نروحوا لعنابه يقول لك لا فامي دي احنا دي بونوا لا فامي دو نروحوا قال ما يقول لك احنا قوال ما نعرفوا نروحوا لقسنطينه نروحوا اي بلاد ايما وانا درك انا اهل المدن كل يسوالي الدعب ولد مدينه قسنطيني عنا بيقال ميات بسي يقول الكلمه دي نقول له كاينه حاجه انا اللي نعرفهم باش نمنك باللي وراك ولد عنابه من جد الجد بونوا ولا قسنطيني ولا كاينه حاجه ما تعرفهاش انت كيما جيتي بونوا وكيما جيتي قسنطينوا وكيما جيتي الجيروا هاو التاريخ تاعك ما تعرفوش دونك ما ماكش ولد عنابه وماكش ولد قسنطينه وماكش ولد الجي وماكش ولد قالمه وماكش مع باليش هاو كاين تاريخ انا نعرفو هادوما لي فامي قبل ما يخلق القلوب تيراستر خرجوا هما حطهم ربي بين السماء وهو كي خلقت الارض طاحوا هادم اللي طاحوا في عنابه واللي طاحوا في قسنطينه واللي طاحوا ما نعرف في سوكراس واللي طاحوا في باتنا واللي طاحوا في وهران واللي طاحوا في تلمسان في تلمسان اللي طاحوا في ورقله اللي طاحوا في تندو في الجزائر كامله في ايليزي فوالا هذا هما تسمى الاصليين اما ما اللي ما طاحوش جدودهم ما كانوش معلقين قبل ما يخلق القلوب تيراستر وفار بالدور حتى يمشيو في التروطوار في عنابه ولا في قسنطينه ولا كيف ما درك نولي لا ماكش بونوا ما تعديش في التروطوار كيما دوما درك نسقسيهم ماكش بونوا حتى سبس اما تجيش تعدي من هنا يطير لازم لازم يطير لازم تجيب التاريخ تاع جدودك مين جاوا فهمت انا وصلت مع دي بونوا من اهاليه دي بونوا من اهاليه مش من اهلك يعتقدوا بجدهم بقاسم بس حباباه ما يعرفوهش باب الشيخ بقاسم ما يعرفوهش الشيخ بقاسم رحمه الله صبت به النو قريب راح يقولوا ما عندوش باباه هو اللي ما عندوش بابا إلا عيسى بن مريم عليه السلام برك عيسى بن مريم ما عندوش بابا عليه السلام يكيماه انت تعتقد ومن بعد ما تعرفش أصيلة جدودك يو عيب وعار
عيب وعار على اللي ينكر أصله وما ينكر أصله إلا الكلب، وما ينكر أصله إلا الكلب، وما ينكر أصله إلا الكلب. واحد يقول لك وانا قالوا لي الناس، حتى يقول لك الناس على تاريخ جدودك مش عيب. واحد يقول لك انا جيت من ديك البلاصه وراح المشكل مش عيب، لازم تقول من عنابه جدك من عنابه بالسيف يكون خالق في عنابه. عندك جدود مش ما عندكش، عندك جدود ادا عنده جدود في عنابه، عنده ثلاثه ولا اربع جدود في عنابه. انا نادو كي نوليو اللي يزور يجين مش عيب نورمال. الناس تحب تنكر اصل تنكر الاصيله من جات مال اللي جاو من لوميان دوريان في الفتوحات الإسلامية. أنا راح ينكر وسلامة. كين هنا الأفارقة برك. إحنا كنا مشنا من هنا، لا أنا من عنابة، لا أنا من قسنطينة، لا أنا من نارجي، لا أنا من وهران، لا أنا من السيد، لا أنا من السيد، كلنا مناش من هنا. ليز الجيريان اللي هما ليز الجيريان شكون هما؟ لي قابيل ولي نوماد والشاوية فقط، هادوما الأفارقة. أمازيغ، أما إحنا جينا في الفتوحات الإسلامية وجينا بالك مع لي روما، كاين بالك كتانا كاين الطايفة الرومانية، بالك جابت عرب ما نعرف عليها كانوا في الجيش نتاعها ولا مع لي روما، بالك يقدر ويسيروا العالم الله. بصح احنا جينا في الفتوحات الإسلامية وجينا مخلطين، فينا الطرق، فينا المسلمين، فينا من القوقاز، فينا من الفرس، من الفرس، فينا من تو بارتو، من اليمن، من تو بارتو. جينا في الفتوحات الإسلامية الخطر الإسلام انضمت ليه هنا، انضمت ليه شعوب كبيرة في المويان دوريان في آسيا، في الجنوب الشرقي تاع آسيا. ومن بعد كاش كي استقنينا لهنا وغزا الإسلام لروما، غزا الطائفة الرومانية وغزا كذا، انضموا لقابيل دخلوا الإسلام، الشاوية دخلوا الإسلام، لينومات دخلوا الإسلام، انضموا كل الإسلام على خاطر كان دين مليح ومعاملة مليحة وكان عدل مليح وكذا وكذا وكذا. هي فهمت هادي كيف ماش التاريخ تاعنا. انا هما لي زالجيريان اللي هما دي زالجيريان، من حقهم كيقولوا دي زالجيريان أفارقة، هما لي قابيل ولينوماد والشاوية. كيما باغ اكزومبل عندنا خوتنا اللي فرنسا نفاتهم الكاليدونيا الجديدة، كاليدونيا والكادام، كيما انتم لا فامي بوقشابية دوكم من من اصول جزائرية تاع النوبة الكاليدونية، دوكم جاو حتى لهنا. سؤال برك نحب نفهم برك، يعني انتم العائلة بوقشابية باحترام، يعني مش يعني كيسا هما ثلاثة جدد من ثلاثة جدود. انت هذا عندك مشكلة مع لا فامي بوقشابية دي سألتي عليها كثير. ما انت فقط والله والو والله نحكي لك انا كيما نحكي على جمال كيما انت كيما نابورتو كي، مش يعني معليش فرق انا والله ما عندي مشكل. نحكي لك على روحي، نحكي لك انا نورمال. انا بحباب الله يرحمه قال لي، قال لي جدكم الاول جا من الجنوب تاع المغرب نهضرها، وعندنا اسمه وعندنا انفيل في الجزائر راح يقلبوها لا كابيتال دالجيري بوغازول، هذه هز اسم الجد نتاعي. ومن بعد جاوا البسكره وبابا جا العنابه، يكون حب نفهم لي ديسوندون تاعي من المغرب ومش مشكله هذه. انا حباب حسب بابا واش قال لي الله يرحمه، ومش عايب من المغرب لان كان من المغرب الاغلبيه اللي جاوا من الاندلس ودخلوا المغرب، ومن بعد كما اليهود دخلوا الجزائر، يعني يمكن كانوا عايشين في اسبانيا جدودي، صافي ديال فرهم من المغرب قاعد يكونوا في اسبانيا وهي رايحه. ويو المغرب انا نقولها انا وراح المشكل المغرب، يعني حتى مشكل نو المغرب في ذاته. يقول لك عنابي، يعني عنابي مي اصلي نفتخر باصلي عادي. سامعني المغرب نور دافريك كامل يو نفس الحكايه تاع الجيري والمغرب، مين كانوا كان امازيغ كيف كيف كانوا بكري كيما اليهود. اخي سكنوا عندنا اليهود بكري اخي، ومن جاو اليهود جاو علاه جاو هما وعلاه جاو؟ لقاو الامن مع المسلمين، يعني الصليبيين خرجوها من اسبانيا. اليهود كيما بو مروان برك الشريف وكان خالق خالق في اسبانيا حتى مع لي روما، من وقت لي روما بو مروان الشريف مثلا من عنابه هو يقول لك انا بونوا هاو جا من قرطبه، خالق في قرطبه
اني نحكي لك انا ديسوندون يمكن جيت من اسبانيا ما تشفيش بو مروان كل حب نفهم على الاوريجين تاعي هاي نرجع للبقشابي انا قلت لك انا قلت لك اصلي نورمال وما نحشمش نورمال هاي يا خويا لا بالك واحد اخر نحكيوا على الجهويه واحد كي يدير حاجه مش مليحه يعني يقول لك انا بالسيف على النبي نبقى انا ساعه تحكي يقول قلت مش على النبي معليش مشني على النبي وراح المشكل ما اخواتنا اللي عايشين في الخارج في فرنسا ولا في المانيا ولا في الامريكان ولا في الانجليز حتى هم كانوا عندهم باسبور امريكان ولا تاع الانجليز وتاع فرنسا وتاع الالمان يقول لك احنا مشني ولا اون سويس اي دركا كيف سامعني كيف نقول لك انت ماكش على النبي يا وراح المشكل عادي انا نقول لا سامعني كيف نقول لك انت ماكش على النبي ولا الاخر ماكش ما نعرف قسنطيني ولا بس انت العنابي ولا القسنطيني القسطنطينوا ولا الجيروا كي تقول انسان انت ماكش عنابي وانما انت الحضاره والتربيه اللي فايتوا بها والنيفو اللي فايتوا به واش من نيفو وماش عنابي اسكو درك النيفو تاعك كيما تاع السيد هذا اللي ماشو عنابي ولا ماشو قسنطيني ولا ماشو الجيروا ولا انت نيفو تحت خلاص نيفو با ايه وانت نيفو با ومن بعد تحب تولي نيفو عالي باسمك ولد الوطن ولد لافيول هذيك ايه وكي تولي على النبي بونوا وانت مينابل وشي نعم حتى صافي عبكي شغل تتاخر بها النبي وانت مجرم صافكش انا يمكن يجيني من تندوف ويكون راجل ما شاء الله وما شاء الله نتعامل معاه نورمال ويكون ولد البلاد هذاك يجي على النبي يعيش على النبي ويكون ولد بلاد احنا عندنا جير عندنا ولد كارتينا شوف عندنا جواجل عندنا قبائل عندنا قوليه عندنا بارتو بارتو عندنا مسيليه احنا نقولوا سوافه كاين بني مزاب نقولوا ولد بلاد خلقنا هنا من وقت فرنسا وناس متربيين وعاقلين ويعرفوا الجار ويحادروا ويحبوا الناس خاوتنا المزابيه كيف كيف عايشين هنا الناس كل سوافه مزابيه تلقى مقبال جواج لا نسمي لك قليه كل شيء نغسل الحفافه هاي لا لا واش نسمي واش نخلي بوتاف من جواج بوتاف كيف كيف ناس متربيين عاقلين اللي بن شويه بورونار نخلي ولاد بلاد واش تسمي واش تخلي فقط هي احنا واش نقولوا على تاع الجهويه ولد بلاد واش هي يعني لا ماجوريتي صح انا ندوش على جدود هذاك فلا عنده سبع جدود ستة جدود خلينا منها احنا نحكوا كي نقولوا احنا واحد ولد بلاد انسان متربي عاقل يحافظ على جاره يسايس جاره يوقف مع جاره ما يديش جاره بالعيب وبالكلام وبالنميمه وبالبغض وبالقد في المحصنات ناس متربيين يعرفوا الكار يعرفوا الدين يعرفوا التربيه يعرفوا الساس يعرفوا المحيط تاع البلاد يعرفوا النظافة ينوض الصباح يتوي قدام باب داره ويقول جاره صباح الخير السلام عليكم يروح ما يشوفوش نهار يروح يسقسي عليه يطبطب عليه يعرف جا يعرف كما كنا بكري احنا لكن باب حديد لا والو بالطرقان كنا لا باب احنا كنا نقيلوا في الدار بعضنا واش تحكي لي بالطرقان يعرفوا الطرقان اللي عنابه سبحان الله تو خش عند دارك احنا كنا بكري بون قولوا احنا في الدار زعما الوالده طيبه ملوخيه كي حربوا احنا الدار مش احنا نلقى ملوخيه نلقى ملوخيه نلقى صديقه وش هي بطاطا كل نجار كل واحد يجيب لخوه وش طيب يدي لجارو يدرك انا طيب دوك الجار عاد يكون في جارو عاد تفهم والو ما تفهمش تحير عاد الكره بين الناس وبغض وكره ونميمه وقد في المحصنات بعد دخل فيها الجهويه انت جيت منا انت جيت منا عاد الرجال تهضر كي تقطع كنزة يتلموا اربعة خمسة ستة رجال طول وزيز مترات يحكم جاره واش انتر فيه او فلان اي مرت فلان اي بنت فلان يا ولدي اتقي الله في نفسك شبيك هذا عيب عيب تهضر عادة نهضر عادة انت راجل كي تهضر على راجل وما يسمى يقولوا شوي كي بصحبك تجبد في عرض الناس تانا اخويا وزيد الانسان جارك وما تسيبش عيب حتى مع ربي كيف حديه سبحان الله العبد المتربي يخمم كيما واحد كيولي متربي ويولي واحد كيعود عاقل ومتربي ويخمم كيما حتى واحد كي يدخل البلاد مثلا انا رحت عشت في الخارج مثلا عشت في سويسرا ولا فرنسا نتبع ريتم تاع البلاد هذيك التقاليد تاعهم سيستم نتبع سيستم تاع الحضاره اللي راهي تمكي في المال تمشي عسيرتهم وإنما تبقى لا ديفيرا في دينك مش الإنسان باش يدخل في دينك عندك الحرية لتما واحد ما يدربيه عندك حرية دينك بس السيستام المشية في الشارع وباش تكون قد تكون كيفهم تكون كيفهم في القرآن بس هما جامي يقول لك انت الجيريا انت مكش منا مكش ولا سويس انت الجيريا قالتي سويسريين وقالتي كذا قالتي
بصح جامي قالوها لك وخدمتي معاهم. نقول لك معلومه برك في سويسرا كاين واحد المنطقه واحد قدام سيون هذيا سون دي الجيريان دي سويس الجيريان تي باتلان تما واحد الجبل واحد لا فيل صغيره قدام سيون معروفه دي الجيريان دي سويس الجيريان اوريجين الجيريان هما دي سويس ونعرف تما عزوز ويعيطوا لها البلاصه لي زيرابل ادخل في الجوجل تلقاوها في لا فيل دو لو بي دو لا سويس تلقى لي زيرابل ام تي فيلاج يعيطوا له لي زيرابل مسمي على اوندري اسم تاعو مشتق من العرب لي زيرابل هاي مثلا ياسر تما شوف ولي سويس عبك عندنا ديما جاني واحد سويس اللي قال لي عندك ولاد عمك كم عايشين في واحد البلاصه والله شافني جاني قال لي عندك ولاد عمك لهنا في سويسرا قال لي مي هما دم دم لي دم دم لي سويس يتعاملوا غير مع بعضهم عقليه تاع البلاد يخلطوش قال لي هاي معلومه هذه حبيت نروح لهم خطره ما كتبتش برك لازم تشوفهم كيما كاليدونيا الجديده مثلا تشوف انا عندنا فامي تما في كاليدونيا قال لك انا نستنفع وكذا يا سلام يا سلام هاي ونعاودوا نرجعوا للبوقه الشافيه نخرب حابين يبنيوا اسمع لا فامي بوقه الشافيه قال لك حنا قبل ما خلقت الكره الارضيه حنا عنالبا اسكو صح ولا لا هذيك الله اعلم هذيك قال لك خير هبطوا بقاو مع الكين هيا شمال هيا انشر هيا شوف اللي يعرف لي بوقه الشافيه اللي يعرف لي بوقه الشعبيه هذا لازم نجيبوا له شكري اللي يعرف لي بوقه الشعبيه انا لابيتي انا راح انا اسمع بلادنا الجزائري اوبيتار تسمى باللقب تاع العائله تاعي بوقزان اللي يعرف بوقه الشعبيه شتي لي بوقه الشعبيه اللي يعرف لي بوقه الشعبيه مليحه يروح يخرج اللقمه تاع الشيخ بقاسم راكم سمعتوا هاي تاع الشيخ بقاسم اللي مدفون في شهيبه راه يباه الله الله يرحمه فاهم باب احمد الحباب الشيخ احمد الحباسي وفهمتي وروح وروح يروح يخرج اللقمه تاعو ما نعرف يخرجها من بلديه واد العنب ولا من بلديه سريدي ولا من بلديه بالرحال يشوف لي تروا ثم ثلاثه بلديات يروح يخرج لقمه تاع الشيخ بقاسم بصح انا عندي لقمه تاع الشيخ بقاسم وعندي لقمه تاع باب الشيخ بقاسم ما يعرفوش باب الشيخ بقاسم نص الناس ما يعرفوش هاي جمال هاي انشر اسمه باب الشيخ بقاسم واحد ما يعرفه فهمت احنا تاريخ هذه القصه هذه ثم جدك لا نوصلوا اسمع نوصلوا للشيخ بقاسم وتحبس على النبي عطيه لعضات قداها في بريه بونوار فهمت عطيه لعضات بس من باب الشيخ بقاسم ومن جد الشيخ بقاسم ومن جد جدو بالاسم ولا حلهم جمال عبد لقمة الشيخ بقاسم وتا الشيخ سيالي خاوة الشيخ سيالي والشيخ بقاسم خاوة عندي هي هتر هيا متشوقين حابين يسمعوا بس صح ما يعرفوش ميولوش بنوا بس صح ياسر في الناس ما يعرفوا قالوش لي بونوا تاخذ من لي بونوا هيا سيما هيا بس ياسر في الناس افرش افرش ما يعرفوش وين بلديه هيا 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 البلديه اللي فوق الكور ولا البلديه تاع سريدي ولا دوار ويشاوى مين ايه دوار ويشاوى ما يحشموا الناس تيقولوا دوار ويشاوى يقول لك انا من دوار ويشاوى مولاش بونوا مالا ايه دوار ويشاوى على الخطر على الخطر وقت فراس علي كاردون تيتي قلت العرب نص العرب بون دوار ويشاوى دوار ويشاوى هو ولد العنب درك لي تقول له بصح جمال سيتي لو بلي غران دوار درك ولد العنب واش بان درك لي تقول له واصلك كيما لا فامي زوار من ولد العنب بصح لي زوار كي تقول لهم دوار ويشاوى يقول لك وي دوار ويشاوى كيما ياسر دي فامي من لي زوريجين تاعهم من واد العنب يقول لك كاين واحد كي تقول له دوار ويشاوى قريب يتيري عليك كي شغل انا قلبتيني ما ادري ولدي نروح معك لبعيد انا او كاين تاريخ هذا هذه البروبليم هذا هو انا قلت لك ما يمكن راسلو 10 خوتي غير الكلب قبل ويشاوى مين؟ نروح معك لبعيد من قبل ويشاوى جد جدكم هيا هيا قبل فيها تاريخ هذه هيا اش بدلي هيا ما تلكيش الشيخ بقاسم ماهوش ني وجا ويشاوى قلت لي بالك هبط ودي مش كي خلق الكره الارضيه ودي يهضر ها ممكن كاين ناس بالك يشوفوا فيها كيما
فهمت؟ شيخ بقاسم ماهوش ينيو ويشاوا ماهوش ينيو يبان ولا مشو خالق في عنابة ومشو خالق في دوار ويشاوا مشو خالق في واد العنب. وين خالق؟ كي جا باش الواد العنب جا ديجا مريب ما من الزاوية ما جاش الواد العنب جا الفلفلة صح ومن فلفلة بصح انت كي تفهمو كيما عطيه لاداط عطيه لاداط نيسونس تاعو هو وقتاه باه تبان الحكاية لاداط نيسونس تاعو هو لاداط نيسونس تاعو هو 1846 ان بيبري محطوط في اللقمة 1846 بصح معطوط ملقى كان في عمره 60 سنة عطيلك عطيلك اللقمة من فوق كان حوالي 60 سنة في اللقمة بريزيمي ومش بريزيمي كات برك مش حاطين كما نقولوا بريزيمي وفضل حاطين في ذاك الوقت كان في عمره حوالي 60 سنة لقيتوا فرنسا برسك في عمره 60 سنة يعني 1785 او بريزي كاين درك القامي بريزيمي حطوه بريزيمي بريزيمي بصح ما كانش وقتها قدا في عمره ما يعطيوكش كيما نقولوا وكان في عمره 10 سنين ولا 20 سنه مي في الوقت هذاك محطينه في عمره حوالي فوق ال 60 سنه يعني 1785 ونرجعوا قبل هذا من بعد من جاء من بعد قبل 1785 قبل 1785 من جاء من جاء الشيخ بقاس انت هو 1700 ايماجيني باباه قداه هو على باله بالتاريخ هاولي يهضر نورمال باش يفاح التاريخ هذا مش يعني تاع حنا حكينا ديجا من كما حكينا تاع يمكن مقاومين جدد تاع بكري لي زوري جين لي زوري جين انت تعوس على زوري جين كيف ما ادم من ادم جيت على بالي بليك تعوس على زوري جين رحب لي ديتاي على غالب اخي اسمح لي لي زوري جين من الأصلية لي زوري جين من السيد واست من البيض ايوا لي زوري جين من البيض لحقنا البيض اهل البيض على خاطر الشيخ الطيب المقاومة والشيخ سعيد النسوة الشيخ سعيد والشيخ الطيب دو ما جابتهم فرنسا الاستعمارات ديسبيرسات الناس ديبلاسات الناس استعمار على والي القوة عنده توازن في العرش هذاك وكذا وعنده هيبة وعنده ما نعرف لازم فرنسا تهزه باش تبقى الناس مساهوشة كيما اللي داوهم الكاليدوني لا داو الهوايش يم داو الناس المتقفين والناس القاريين والناس العاقلين والناس اللي تسمع لها من الناس والناس فهمتي القودات داو الناس اللي كيما نقولوا قدوة في العرش يهزوهم يديوهم على الخطر علاه نخليك انا تفيق لي الأمة لهنا ودير لي سياسات ودير لي كيما الأمير عبد القادر كيما الأمير عبد القادر جاوه لفرنسا ومن فرنسا دخل الحبس اللي بومات ومن اللي بومات باش جاوه ولا حتى طلب اللي من بعد كي سيبوه قال له تعب تروح خير سوريا راح لسوريا فهمت منطقة تاع مقاومة هذيك البيض كيما الشيخ بوعمامة وكيما معامة هي الجيري كاملة مقاومة في النور كانت مقاومة فاهم في الشرق كانت مقاومة وإنما المقاومة اللي كانت في الشرق وكانت في ألجي والديات اللي كانوا هنا كي كسرتهم السلطة الاستعمارية كسروهم الصليبيين ومنهم فورس أرمية كبيرة كي كسروهم الصليبيين قعدوا يقدموا وقعدوا وين يقدموا يلقوا مقاومة يقدموا عليها ويزيد يقدموا يلقوا مقاومة وكي جاوا للشرق على ألجي شكون اللي قاومتهم باش عداوا لهنا للشرق دخلوا للسطيف ودخلوا مي وشكون اللي كانت مقاومتهم في السومرة في لي بورت دو فار لدى السومرة فاطمة السومر رحمها الله 10 سنوات وهي تباطي معاهم في الجبالات هذوك نتاع الجرجيرة وتاع القبايل بين السطيف والبيرة 10 سنين وهي في الليكرات هذوك متباطي معاهم فاطمه السومر ربي يرحمها قايده كبيره كيما لاله خروفه كانت فعلا فهمت مدير لها درك المتحف تاعها في بجايه وكلش ما كان فاطمه السومر مقاومه يمبعد كسروهم فرصه ارمية كبيره كسروها ويقدموا وين يقدموا كاينه مقاومه كيما كانت الغزات لي روما لي روما كي جاو باش استقروا هنا في اول كابيتال تاع لي روما وين في الجيري تبع راسه مدوروش نعم مدوروش ينبال شكون اللي كان باطي ما عملتم يا غرطه وما سينيسا
ما سينيسا ربع سنين ولا خمسة وهو قافل عليهم باش ما يقدموش جيت قسنطينة وجيت الواد قافل عليهم شويه ومن واد زنات يديك جبالات ربع سنين باش كسروه ما سينيسا بطاوة في الاروكات ويا غورتا دوا سير حرب حكموه لي روما دوا سير حرب الروما واد ما دوما نص الناس هادو ما يعرفوا السامبول دالجيرية غورتا ما يعرفش تاريخه وما يعرفش تاريخ وطنه وتاريخ جداده وتاريخ ناسه وتاريخ الوطن وتاريخ الرجال اللي ضحى تادي باش عدنا نهضروا كيما تحط كرسي وهضروا تبادر بوتين روزفلت ما يعرفوش حتى روزفلت ولا ما يعرفوه هي تقول له روزفلت يقول لك بالك كان يلعب بالا ولا ما نعرف يقصر هذاك الواحد يغني الراب ولا فهمتي نادوا على شيء نحبوا نعرفوا شيء اللي خاطينا اللي ما عندنا فيه حتى فايدة كون يسألك غدوة واحد تراجي على تاريخ على يا غرطة ما تعرفوش ما تعرفش تاريخ يا غرطة سامبول دالجيري ما نعرفوش بطايا مع لي روما وما تون كريف دو فان جوه البالي في روما يقول لها سنتي جيديو حطوه التمة تشرن وعطشن يا غرطة رحمه الله ما تفطليان في الطليان في بالي في روما اضرب يخرج لك سنتيجيديو تضرب درك تخرج لك وين مات يا غرطة بس واحد ما الاب لك والتروا والكات والديس بورسان بالك اللي يعرفوها وماذا بينا تعرفها ولا كان كاين 20% مليحه ولا كاين 50% مليحه ولا كاين حنا نروحوا نبحثوا في شيء اللي خاطينا فهمتي كيف الماء ونحبوا نفتخروا بشي خاطينا تاع ناس وحيد خلاف وما عندنا فيه حتى نتيري وباش نغلطوا به بعضانا وباش ولينا دخلنا في اللاباقاية دي وجيب هدرة ما نعرف من هي وجيب هدرة من هي هو مقالوا ويقدا وقالوا هدايا من اللي خلقت الدنيا والدين وهو روشارشي العالم كامل يفركت عليه واحد ما نجم يحكم الدرك العالم كامل يفركت على قالوا لو موندونتي كامل يفركت على قالوا قالوا العالم منهار خلق الدنيا والدين قالوا هاي علم الله شكون اللي قال ما نعرف شكون اللي قال روح انت احكم قالوا العالم كامل يفركت على قالوا هذا وخربت له موندونتي ام قالوا في بوتفليقة رحمه الله وام قالوا في بوبدين وقالوا في بن جديد ودركا كون يروح هذا الرئيس سي عبد المجيد تبون غد وجيت انا ناس تقول ام قالوا واحد ما يقول لك انيانا قول انيانا مثل انفرماسيا من عندك اكزاكت قول انيانا وام قالوا هات بري روح تسمى قالوا وحرف تنفاق هذا هو قالوا اللي يقول لك ام قالوا منافق قالوا روي حرف تنفاق براسك عليها نقول لك ام قالوا سماو بري تروح يعني نعطيك معلومه بالدم تاتشيتين ام قالوا وهي ما قالتش اني خممت لها انا من سي راسي وحبيت نسرسب هذه الانفورماسيون ونقول ام قالوا باش غدوه اني باري انا اخويا انا ام قالوا يقول اني انا كي تعود صحيحه قول اني انا يا نعطيك معلومه صحيحه صحيح ولا ما نعطيكش معلومة صحيح ما نقولكش فيها لا 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 فيها قالوا سيبا هذا وتنفيق وتبلويات ومن هنا وما نعرفوش هي وراح ندير لك بالك كونفلي مع الناس وام قالوا ما قالوا قالوا زقبورة فهمت ام قالوا زقبورة